قصة يطلع يشتم ويطلع يغلط. لا شوف يا بكرة. راجل، انس بن حزم 11 على 235، آية إرضاع الكبير وآية رجم الزاني والزانية تم حفظها. أولا ما فيش حاجة اسمها آية إرضاع الكبير دي. نعم، ما فيش حاجة اسمها آية إرضاع حضرتك الكبير. ما سمعتش عن الإرضاع الكبير ده؟ مش ذنبي يا أستاذ سيد، ده مش لا لا ذنبي أنا أنا. سمعت، بس ما فيش حاجة اسمها حاجة آية اسمها إرضاع إرضاع الكبير. الكبير، آية الرجم، آية الرجم قصده. هي في اتنين يا حبيبي، في الرجم وإرضاع الكبير، في الاتنين، الرجم إيه في يعني؟ الاتنين، الرجم إيه؟ اللي هي الزاني رجم والزانية. الزاني والزانية. اه الزاني والزانية، أيوه الزاني والزانية. مالهم حبيبي مالهم؟ مش موجودة في المصحف الأصلي دلوقتي، مش موجودة فيه، بص أكلتها بقى يا دكتور. الدجاجة. لا لا بص يا دكتور، بص هقول لحضرتك احنا عندنا يا ايه، باشا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، برضو ممكن ما يكونش انت عندك علم باللي هو قاله، ان حضرتك مش مهتم بيه او مش مهتم باللي قاله، برضو دي مش مشكلتي او مش قصتنا يعني. بس النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ بص يا استاذ لو سمعني بس، كان في آية للرجم وآية الإرضاع الكبير. الآية دي صحيح البخاري بيقول إن كلتها الداجن، اللي بيقول كده صحيح البخاري. الآية دي كانت موجودة في القرآن وكلها الداجن، لو حضرتك سمعني بس. دكتور هو اختفى ولا راح فين؟ معرفش، لو حد لقطه يشوف يا جماعة. في حديث أستاذ تفلية أم حرام لرسول الإسلام في البخاري 2788، يعني أم حرام كانت تفلي رأس رسول الإسلام 2788 و2789 و7001 و7002، وحديث مسلم 1912. ده برضو هتقول لي حاجة برضو مش في البخاري، مش اقرا عاجبك؟ الحديث بتاعك، اقرا